ازيكم كي جيتو؟ عاملين ايه؟ وحشتوني قوي قوي قوي. يلا كي جيتو، زي ما احنا متعودين دلوقتي هنحاول نقرا مع بعض. احنا خلاص بقينا شاطرين وبقينا نعرف نقرا، هنحاول دلوقتي مع بعض نقرا الكلمات دي. وبعد ما هنخلص هديكم تدريب صغير خالص هنحاول فيه مع مامي في البيت ان احنا نقرا كل حرف بنقراه لوحده، بنقرا الصوت بتاعه بس زي ما احنا متعودين. يعني مثلا عندنا اول كلمة هنا، اول كلمة هنا بتبدأ بحرف ايه؟ بتبدأ بحرف السين، سين فتحة سا، سين فتحة سا. ينفع كي جيتو نقول سين فتحة سا؟ لا ما ينفعش، عشان ما فيش بعد السين حرف مد. يبقى هنقول سين فتحة سا، سين فتحة سا. بعد حرف السين هنا كي جيتو عندنا حرف الميم، ميم فتحة ما، ميم فتحة ما. بعد حرف الميم عندنا حرف الحاء، حاء فتحة حاء، حاء فتحة حاء. يلا كي جيتو نشبك كل حرف مع الحرف اللي بعديه، س ما ح سمحة، س ما ح سمحة. بعد كده عندنا كلمة تانية بتبدأ بإيه، حرف إيه يا كيجي تو؟ ده حرف إيه؟ حرف إيه؟ حرف إيه؟ ده حرف التاء، تاء فتحة تاء، تاء فتحة تاء، تاء فتحة تاء، تاء فتحة. وبعديها حرف الراء، راء فتحة راء، راء فتحة راء. تعالوا نشبكهم كده مع بعض، تاء راء. عندنا آخر حرف في الكلمة عندنا حرف الكاف، كاف فتحة ك، كاف فتحة ك، تارك ترك، ت فتحة وبعدين راء فتحة، بعد كده كاف فتحة ترك. عندنا كلمة تانية بتبدأ بحرف الراء، راء فتحة راء، راء فتحة راء. بعد كده عندنا حرف الكاف، كاف كسرة كي، كاف كسرة كي، كاف كاف كسرة كي، را كي. وآخر حرف ده حرف الباء، باء فتحة باء، باء فتحة باء. يبقى را كي باء، را كي باء، ركبة. بعد كده عندنا كلمة تانية بتبدأ بحرف حرف الضاد، ضاد فتحة ض، ضاد فتحة ض. بعد حرف الضاد عندنا حرف الحاء، حاء كسرة حي، حاء كسرة حي، دا حي. وآخر حرف ده حرف الكاف، كاف فتحة ك، يبقى ضحكة ضحكة. عندنا كلمة تانية بتبدأ بحرف الجيم، جيم ضم جو، جيم ضم جو. بعد حرف الجيم عندنا حرف الميم، ميم كسرة مي، ميم كسرة مي، جو مي. وآخر حرف ده حرف العين، فوقيه فتحة، يبقى جو مي ع، جو مي ع. عندنا كلمة تانية كيجدو نركز فيها قوي 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 قوي، عندنا اول حرف فيها حرف الهاء، هاء فتحة هاء، هاء فتحة هاء. طيب بعد حرف الهاء يا كيجيتو في حرف تاني ما ينفعش ننطقه لوحده، لازم نشبكه مع الحرف اللي قبلي، لازم نقراه مع الحرف اللي قبلي. ده حرف المد، ها بصوا كيجيتو مديت ازاي، ها. بعد كده عندنا جيم فتحة، جيم فتحة جا، ها جا. بعد كده راء فتحة راء، هاجر هاجر. بعد كده عندنا كلمة تانية، عندنا كلمة تانية بتبدأ بحرف الميم، ميم فتحة ما، ميم فتحة ما. بعد حرف الميم عندنا حرف المد، ما. شفتوا كيجيتو ما ينفعش ننطق حرف المد لوحده، ما. بعد كده عندنا ذال فتحة، ذال فتحة ذا، ذال فتحة ذا. حرف الذال برضو بعديه ايه؟ بعديه حرف مد، هنقول ما ذا، ما ذا، ماذا. عندنا كلمة تانية بتبدأ بحرف الفاء، فاء ضم فو، فاء ضم فو، فاء ضم فو. بعد حرف الفاء عندنا حرف تاني حرف الزاي، زاي كسرة زي، زاي كسرة زي، فو زي. وآخر حرف ده حرف العين، عين فتحة ع، فو زي ع، فو زي ع. بعد كده
عندنا كلمة تانية بتبدأ بحرف السين، سين فتحة سا، سين فتحة سا، بعد كده عين كسرة عي، سين سين فتحة سا، سين فتحة سا، عين كسرة عي، عين كسرة عي، ساعي. وآخر حرف عندنا حرف الدال، دال فتحة دا. ننطقهم مع بعض بقى كي جي تو، يلا نشبك كل حرف مع الحرف اللي بعديه. ساعيدة ساعيدة. بعد كده كي جي تو عندنا كلمة تانية بتبدأ بحرف الياء، ياء فتحة ياء، ياء فتحة ياء. بعد حرف الياء عندنا حرف ساكن ما ينفعش يتنطق لوحده، لازم نشبكه مع الحرف اللي قبليه. لازم نقول يح، ما ينفعش ننطق الحرف الساكن لوحده، لازم نشبكه مع الحرف اللي قبليه. عندنا حرف الحاء وفوقيه سكون، لازم نشبكه مع الحرف اللي قبليه. بعد كده ميم كسرة مي، ميم كسرة مي، يحمي. وبعد كده حرف اللام، لام ضملو، يحملو يحملو. بعد كده عندنا كلمة تانية بتبدأ بحرف الفاء، فاء فتحة فاء، فاء فتحة فاء. بعد حرف الفاء عندنا حرف التاء، تاء فتحة تاء، تاء فتحة تاء، فاء تاء. وبعد كده عندنا حرف النون، نون فتحة نا، فاء تاء نا. بعد كده عندنا كلمة تانية بتبدأ بحرف العين، عين فتحة ع، عين فتحة ع. بعد كده عندنا حرف الميم، ميم كسرة مي، ميم كسرة مي، عامي. بعد كده عندنا حرف الراء، راء فتحة راء، يلا نشبكهم مع بعض كي جي تو، عاميرة. بعد كده كي جي تو عندنا التدريب بتاع القراءة اللي هنقراه في البيت مع مامي، هنقراه لوحدينا وهنحاول نقرأ. باي باي كي جي تو.